نروح لزميلنا كريم احمد علشان نشوف معاه اخر استعدادات فريق النادي الاهلي للمباراه المهمه النهارده، مباراه القمه بين الاهلي والزمالك في نهائي كاس مصر. اتفضل يا كريم. كل التحيه ليك كابتن اسامه حسني، وكل التحيه لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. على بركه الله وبمشيئه الله النهارده ان شاء الله يكون النادي الاهلي بطل كاس مصر هنا في المملكه العربيه السعوديه، بالروح وشخصيه النادي الاهلي وروح الفانيله الحمراء ومسانده الجماهيريه ودعم مجلس الاداره الكبير. امور عديده جدا الحقيقه توفرت هنا في المملكه العربيه السعوديه عشان المباراه تليق باسم الناديين وتليق باسم مصر وايضا كمان تليق باسم السعوديه اللي الحقيقه بتقوم بدور كبير جدا في تنظيم وتوفير كل الاجواء الطيبه جدا لهذه المباراه. لعيبه النادي الاهلي الحقيقه استعدت بشكل كبير جدا خلال ال 48 ساعه الماضيه، يمكن اتكلمنا امس يا كابتن اسامه على الجديه الكبيره وحاله لعيبه النادي الاهلي والحفاظ، الكل بيحافظ على بعضه عشان الكل القايمه تكون مستفاد بيها مع مستر كولر ان شاء الله باذن الله يكون عنده الكارت الرابح وعنده التبديل وعنده العناصر ان شاء الله باذن الله تصنع الفارق في هذه المباراه. اجواء اكثر من رائعه، يمكن احنا كالعاده متواجدين في فندق الاقامه، المحاضره الفنيه الاخيره هنا في فندق الاقامه بتكون محاضره مهمه جدا بياكد فيها مستر كولر على الامور التكتيكيه، على لابد ان احنا ندخل زي ما قلنا في المباراه بشكل جيد جدا، انصاف الفرص استغلالها ده امر غايه في الاهميه لان ممكن ما تجيش فرص، ممكن تكون المباراه مغلقه، امور كثيره تعودنا فيها مع مستر كولر ويمكن هو مميز في هذا الامر بجانب زي ما قلنا الخبرات الكبيره لعيبه للنادي الاهلي، حضور الشناوي، رامي ربيعه، محمد هاني، علي معلول، كل اللعيبه الكبار السوليه اللي بيقوموا بدور كبير في تهيئه الامور. لعيبه النادي الاهلي مش محتاجه ان انت تجدد الدوافع، انت عارف كده كابتن اسامه، لكن على قد ما الكل بيذكر بعضه ان في جمهور كبير جدا منتظر في المدرجات وفي ملايين الحقيقه في كل انحاء العالم منتظر النادي الاهلي اليوم ان يكون بطل كاس مصر. ان شاء الله باذن الله تكون مباراه تليق باسم النادي الاهلي، منتظرين باذن الله اعلان التشكيل الاخير اللي هيخوض النادي الاهلي به هذه المباراه، زي ما قلنا اللي على الدكه زي اللي في الملعب الكل قلبه على قلب رجل واحد بمشيئه الله، زي ما بنقول لكل مجتهد نصيب، الاجتهاد كان موجود والتحضير كان موجود، ينقصنا توفيق ربنا سبحانه وتعالى. ان شاء الله النادي الاهلي يكون بطل كاس مصر هنا في المملكه العربيه السعوديه، ويكون فرحه كبيره جدا يا كابتن اسامه معاك ومع كل طبعا نجومنا في الاستوديو التحليلي ومع كل جمهور النادي الاهلي، وتكون بقى سهره كبيره جدا ان شاء الله، وتكون 90 دقيقه فقط لغير يكلل فيها النادي الاهلي بالمجهودات الكبيره وبالنجاح، ويكون النادي الاهلي بطل كاس مصر. اشكرك شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد، اكيد هنتواصل معاك.